هلو ايفريوان، درسنا النهاردة بيتكلم عن بول شارك قرش الثور. It lives in fresh water and salt water. بيعيش قرش الثور في المية العذبة والمية المالحة، وهنعرف مع بعض التكيف التركيبي لجسمه اللي بيسمح له ان يعيش في المية العذبة والمالحة. Structural adaptation، التكيف التركيبي. Its body is adapted to survive in fresh water, so it has a unique advantage over other sharks. جسمه متأقلم للبقاء أو للعيش في المية العذبة، لذلك فهو يمتلك ميزة فريدة عن أسماك القرش الأخرى، لأنه الوحيد اللي بيقدر يعيش في المية العذبة. وتاني حاجة هنتكلم عنها في التكيف التركيبي لجسمه، It has a dark back and wide belly. عنده ظهر غامق وبطن أبيض. When animals swimming above the shark and looking down may not see the bull shark in the shadows due to its dark back. بمعنى أن الحيوانات اللي بتعوم فوق القرش وبتبقى عالية بتيجي تبص لتحت ممكن ما تشوفش القرش في الظل بسبب لون ظهره الغامق. طب عايزين نعرف إزاي بيتخفى لما الحيوانات بتعوم تحته وهو اللي فوق. When animals swimming underneath the bull shark and looking up, the shark may blend in with the bright light of the sun due to its wide belly. ولما بتعوم الحيوانات تحت القرش وبتبص لفوق مش بيقدروا يشوفوا القرش لأنه بيندمج مع ضوء الشمس الساطع بسبب لون بطنه الأبيض. The bull shark can sneak up on prey using a camouflage strategy called counter-shedding. وبكده قرش الثور بيتسلل للفريسة باستخدام استراتيجية التمويه وتسمى التظليل. It has sharp teeth to help it sneak up on prey and tear their flesh. عنده سنان حادة بتساعده ان هو يتسلل للفريسة ويمزق لحمها. واخر حاجة هنعرفها عن البول شارك، التكيف السلوكي behavioral adaptation. It can hunt in salt water and fresh water, so it feeds on different types of food. وبيقدر يصطاد في المية العذبة أو المالحة، لذلك يتغذى على أنواع مختلفة من الطعام. In fresh water, bull sharks have less competition for finding food because there are no other sharks live in fresh water. وفي المية العذبة المنافسة بتكون أقل للعثور على الطعام، لأنه مفيش سمك قرش بيعيش في المية العذبة غير قرش الثور. It hunts in the day and the night, so its prey can't predict hunt time. وبيصطاد بالنهار والليل، عشان كده فريسته ما تقدرش تتنبأ بوقت الصيد.